لازم تقول لها قديش بدك مشي بعد شارتك، تمام؟ انت ما قلت لها. انا عم اقول لها 50 الف. هلا عم بتقول لها؟ تعال هلا خيي. قل لي يا حبيبي. اعطيها اعطيها جزاء تعطيك ال 20 الف، انا بعطيك ال 30 الف، انا بعطيك ال 30 الف. بتعطيه 25 الف، ما بده يتفضل معي، ما بده يتفضل معي. يعني شو بتعمل؟ لا بدي 50 ألف، بدي أجاري، بدنا نكسرها شوي ونجبر عيد مرة ومع أولاد. ما تكبر راس عيد، ما تكبر راس عيد، ما خدها أجار ما عليه يا أستاذ. مش هالأخلاق عندك أنت، همك المصاري؟ مش هالأخلاق عندك أنت، همك المصاري؟ بس يلا أمن عام بطل، يلا شو ما عملتك أمن عام. هي على راس وعيني، خليها تعطيني 50 ألف. بدي أعطيه 35 ألف أو ما بتاخد شيء، أو ما بتاخد شيء. 25 خلص. 25 وتيسر. يا استاذ ما بتزبط. ما بتزبط، الي ساعتين عم تعطي انا. سيارة اجار والموقف اجار، شو فكرني ماشي على مي؟ بدك تعطيك ال 20 انا بعطيك ال 30. انت بدك تدفع عنها 30 يعني؟ ايه انا بدي ادفع عنها 30، بس نزل الاولاد بالسيارة، بس نزل الاولاد بالسيارة. هيك عم بيكبروا الاولاد، نزلهم وتشيل انت وياهم. اعطيني ال 50 ألف وبمشي ويعيشوا مثل ما في 50 ألف. خيي احصل من ما بدها، خيي احصل من ما بدها. هات 30 ألف مني خيي. لا انا ما بقبل. اول شيء فيها تتهمك هلا بالسرقه، انت مهدي لها جزيره. انا محامي بس حاجه بلاد علي اساس. ماشي ماشي هلا اللي ما متحل. طب عاد شو المفروض؟ انت حاجه رح من 50 رح تدفعوا اياه بالميه من ضبط المحكمه. اذا ما عندك انسانيه، لو بدي اعطيك 100 ألف ما عندك انسانيه، ما عندك انسانيه. مع المنطق يعني اللي عم بيصير. ما اتفقنا. لحظة عفوا دموزيل. بس لحظة 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 شوي مدام دموزيل، روقي شوي. اكتبي لايدك. شو حبيبي؟ لحظة انا محامي بقى. ما بينزلوا. ما بيحق لك تحجزهم. اعوذ بالاستاذ اذا بتريد. طب في تنزل الاولاد شرفك يعني. لحظة يا عم اذا بتريد. روقي شوي. ليه عم تغلط معك؟ اولاد صغار. غلط معك. ما بدي افتح لهم، عمالي ما اعرف شوي. بدي مصريات. تتصلي بالشرطة. لبسوا الحمار. ليه عم تقول لي حمار على الطريق؟ انا حمار؟ لك حمار ونص عم تعمل انا عم بيك. ليه عم تقول لي هيك؟ لانك بلا اخلاق، لانك بلا اخلاق. اولادك روح شوي شباب. ليه عم تلبس معي؟ وهنا كان لازم ندخل.